مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يا أهل بن عروس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستطيلا، كما سترونه مرسوما عندكم، خطا مستطيلا، ثم رسم في وسطه خطا مستقيما يخرج من هذا المستطيل، ثم رسم خطوطا قصيرة عن يمين هذا الخط الطويل وعن شماله. رسم النبي صلى الله عليه وسلم مستطيلا، ورسم في وسطه خطا يخرج منه قليلا، ورسم عن يمينه وعن شماله خطوطا قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الخط المستقيم الذي تجدونه وسط المستطيل، قال: هذا الإنسان. قال: وهذا أجله وقد أحاط به. المستطيل الذي يحيط بهذا الخط المستقيم هو أجله. قال: وقد أحاط به. قال: وهذا أمله، أي أن أمل الإنسان يجاوز أجله. قال: وهذه الخطوط القصيرة هي الأعراض. قال: فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. هذا الحديث أحبتي في الله حديث عظيم، يبين مسيرة الإنسان منذ ولادته إلى موته، فهو يسير في أجل محتوم حدده الله عز وجل له منذ أن كان في بطن أمه. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فأجلك كتبه الله عليك منذ أن كنت في بطن أمك، أرسل إليك ملك وكلف بكتب أجلك، فلا مقدم له ولا مؤخر، حتى إذا جاء أحدكم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذا حان أجل الإنسان فلا مقدم له ولا مؤخر، فالإنسان يعيش في
أمل في أجل معلوم، ولكن أمله يجاوز ذلك، فهو يأمل أن يعيش سنوات طويلة تجاوز أجله. قال رسول الله: هذا الإنسان، والخطوط القصيرة التي تحيط به هي الأعراض، هي الفتن، هي الذنوب، هي المعاصي التي لا مفر للإنسان منها. قال رسول الله: فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. هذه الأعراض أحبتي في الله لا مفر للإنسان منها ولا مناص له منها، لابد أن يصيبه عرض من الأعراض. جاء في سنن الترمذي بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فدلك هذا أنك يا ابن آدم ما دمت من أبناء آدم لا بد لك من الخطأ، ولا بد لك من مقارفة الذنوب والمعاصي. ولكن الله عز وجل بمنه وكرمه ورحمته فتح لك باب التوبة. قال: وخير الخطائين التوابون. هذه الذنوب وهذه الأعراض التي تنهش ابن آدم ما زالت تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، كما جاء في صحيح الإمام مسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكدت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكدت فيه نكتة سوداء، حتى يصير على قلبين قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوز مجخرة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. هذا القلب الذي أمرك الشرع بأن تحفظه من هذه الأعراض التي إن أخطأك أحدها نهشك آخر، هذا القلب لن ينفعك يوم القيامة إلا أن تأتي به ربك وهو سليم. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب الذي أمرك الشرع بأن تحفظه من هذه الفتن ومن هذه الذنوب ومن هذه الأعراض حتى يصلح سائر جسدك، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مبغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. هذا القلب تعرض عليه الفتن، تعرض عليه الذنوب، تعرض عليه الأعراض. يأتي الشيطان لابن آدم فيسعى إلى إغوائه، ويسعى لإبعاده عن طريق الله سبحانه وتعالى، فإن هو أجاب للشيطان نكد في قلبه نكتة سوداء، وإن هو أعرض عن دعوة الشيطان نكد في قلبه نكتة بيضاء، حتى يصير قلبه أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أو يصير قلبه أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ثم إن هذا القلب أحبتي في الله مهما كان الحال الذي صار إليه، ومهما كان المآل الذي أصابه سواء ابيض أو اسود، فهو في حاجة ماسة إلى التوبة التي تغسله. يقول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة أمر بها أهل الإيمان قبل أهل الكفران، وكلنا في حاجة لتوبة صادقة نصوحة تمحو ذنوبنا وتستر عيوبنا وتحسن من أحوالنا.
وهذه التوبة لها من الفوائد ما الله به عليم، فهي ابتداء تمحو جميع ما سلف من ذنوبنا. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه التوبة يزاد على كونها تمحو ذنوب ابن آدم، فهي تقلب ذنوبه حسنات. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة تمحو الذنوب وتقلبها حسنات، والتوبة تجعل رب العالمين جل في علاه يفرح بابن آدم. فقد جاء في صحيح الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من رجل أضاع راحلته بأرض فلاه. هذا الرجل بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يفرح بتوبة عباده فرحا يجاوز فرح هذا الرجل. ما هي قصته وما هو خبره؟ قال: هو رجل أضاع راحلته بأرض فلاه، بأرض صحراء قاحلة، فأيقن بالهلاك وجلس ينتظر الموت. وبينما هو كذلك إذ رأى راحلته قد أقبلت إليه ففرح فرحا شديدا وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الرجل لما تمالكه الفرح وملك عليه نفسه وروحه تلج لسانه فما استطاع أن يخرج كلاما مستقيما، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وأراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ولكنه أخطأ من شدة الفرح. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رب العالمين جل في علاه يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه فرحا يجاوز فرح هذا الرجل. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة أحد المذنبين الذين غرقوا في المعاصي وغرقوا في الآثام وغرقوا في الذنوب، استحكمت بهم الأهواء ونهشتهم الأعراض وتمكنت بهم الفتن، ولكنهم تابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيحي البخاري ومسلم، قال: كان في من كان قبلكم رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، فذهب إليه وقال: لقد قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال له: اغرب عني، ليس لك أن تتوب. فقتله فأتم به 100. هذا الرجل حصل 100 نفس اعتدى عليها وقتلها بغير حق، وما زال يريد أن يتوب. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فذهب إليه وقال له: لقد قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال: ومن يحجب عنك توبة الله؟ ولكنك بأرض قوم سوء، فاخرج منها وهاجر إلى أرض تتمكن فيها من عبادة الله سبحانه وتعالى. فخرج من بيته مهاجرا إلى الله عز وجل،
وفي طريق هجرته أتاه ملك الموت فقبض روحه، وفاضت روحه إلى داريها، فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: هو رجل خرج من بيته مهاجرا تائبا. وملائكة العذاب تقول: هو رجل لم يعمل خيرا قط. فأنزل الله إليهم جبريل وأوحى إليه أن يقيسوا بين الأراضين، فإلى أيتهما هو أقرب فهو أولى بها، فقاسوا بين الأراضين فوجدوه أقرب إلى أرض الرحمة بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة، أدركته رحمة الله عز وجل بشبر قطعه وفاز به في طريق التوبة. فيا من ابتعدت عن طريق الله سبحانه وتعالى وأعرضت عن نداء الرحمن الذي تسمعه في اليوم 5 مرات حي على الصلاة، يا من أعرضت عن شرع الله سبحانه وتعالى وخرجت من بيتك متبرجة، يا من غرقت في الخمور، ويا من غرقت في التبرج والسفور، يا من تركت الصلاة، يا من لم تتفقد مالك ولم تتفقد حق الفقير فيه، تب إلى الله سبحانه وتعالى لعلك أن تدرك هذا الشبر الذي أدركه صاحبنا، لعل الله عز وجل أن يغفر لك ذنوبك وأن يمحو لك عيوبك وأن يقلب ذنوبك حسنات، وأن يفرح الله عز وجل بتوبتك. والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى لا يستحقها العصاة فحسب، بل يستحقها الطائعون، ويستحقها أهل الإيمان، ويستحقها الصالحون، إذ دون التوبة لا فوز لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية: استغفر الله وتوب إليه فإني أستغفره وأتوب إليه 100 مرة. هذا هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو من هو، ومع ذلك يتوب إلى الله عز وجل. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الذي خرج من أرض تونس فاتحا لصقلية، إجابة تكون برفع الأيدي، بارك الله فيك.